تمرينات صباحية في مكان لا يحيي لا من قريب ولا من بعيد على أنه مدرسة في حي 700 بمدينة سرت. يتلقى هؤلاء التلاميذ دروسهم في فصول من صفيح، مشهد يحكي معاناة في دولة لم تصنف يوما بأنها فقيرة. طبعا كما تشبهون المدرسة من الصفيح، يعني أطفال يعني في عز الظهور، والله العظيم أخش شوف درجة شدة السقع داخل بالتريلا سقع. فنتمنى من الجهات المختصة، يعني ضرقنا الباب للمشير عميد البلدية وقطاع التعليم، لكن لحياة ما تنادي. مكان لا يليق تماما أن يوصف بأنه مدرسة، فمعاناة الطلاب والمعلمين تزداد كل يوم نتيجة لعدم وجود مدرسة بالأساس تحاكي المدارس الأخرى، الأمر الذي جعلهم يرسلون معاناتهم لوزير التعليم الوفاق على بذلك يجد لهم حلا. نوجه رسالتي إلى وزير التعليم، نتمنى أن توصل رسالتي لوزير التعليم. كل الإعلاميين نحاول أن يوصل رسالتنا لوزير التعليم، هو الحل الوحيد. ليش يعني مو مش ليبيين، يعني أطفال والله العظيم. شوف يعني أطفال موجودين في داخل الحي والله يعانوا من مشكلة، يعني لا حمامات لا ضي، يعني ليش السبب؟ يعني مدرسة دي مدرسة كالحة، ما فيش حد يتكلم عليها ولا في حد شاقي بيها ولا في حد حتى من البلدية مشيت لها كم مرة، جي 4 مرات أو 5 مرات، ناقصة حمامات وناقصة صور وناقصة جميع المواد الطلبة ناقصتهم. الصورة أبلغ من الكلام برصدها لهذا الواقع الأليم والبعيد كل البعد عن مقومات التعليم الذي يعد هو أساس البناء والتقدم.